والمتابعة. من فريق كان يحتل الصف الحادي عشر بثلاث نقاط إلى فريق انتزع وصافة مرحلة الذهاب، فريق الوداد استهل موسمه الحالي بهزيمة أمام الجيش، ما أرسل إشارات قوية تفيد بضرورة استيعاب الوضع وتغيير ما يمكن تغييرها بهدف الالتحاق بركب من يطمح للاستقرار بالمراتب الأولى إلى أبعد الحدود. الزكي بادو ابن الدار الوفية لم يتخلف عن الموعد وقبل كالمعتاد قيادة فريق يعرف تفاصيله وخباياه، وهو الذي عمل على تصحيح الأخطاء وتقويم الاعوجاجات ليعود فريق الوداد إلى سكة الانتصارات ويصبح من أقوى المرشحين للمنافسة على حيازة لقب دوري المحترفين. مركزنا ثاني برصيد 30 نقطة، كانت حصيلة الوداد عبر رحلة خاض خلالها 15 مباراة توزعت بين 9 انتصارات وثلاثة تعادلات وثلاث هزائم. ما أجمل أن نعاين عدة تغييرات في بطولتنا المحلية، وما أروع أن نرى فرقنا تغير من أسلوبها طمعا في الحصول على الأفضل. اتجه فريق الوداد مساء اليوم